السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. صراحه اليوم هذا الفيديو هذا ما كنتش معوله نديرو، ولكن صراحه المهم انا كملت الشغالات ديالي وشديت حتى انايا التليفون كندور كنقلب الاخبار كيف دائما ديما مع الصباح وفي الليل، كنبغي نعرف شنو اخر اخبار سيرتو. والله ما كنديهاش في الاخبار ديال هنا ديال فرنسا، بزاف ديال المغرب، كنبغي نعرف فين وصل الحالات، شحال ديال الناس اللي تصابوا، شحال ديال الحالات جديده. وهذا يعني حنا قلوبنا معكم والله العظيم، يعني قلوبنا مع بلادنا والله العظيم، ما هزيش الهم لراسنا وهزينها هزين الهم ليكم نتوما. يا انا في هذا الفيديو جيت نهضر على ثلاثه ديال النقاط عندك، يعني انا المهم انا كنحيي كاع الناس المسؤولين واللي كيسهروا عباش يوعيوا الناس. صراحه طلعت اللي كنشوفوا حنا ولي اول مره كنشوفوا في بلاد ديالنا، صراحه طلع يعني انا كنحييهم تحيه تقدير واحترام مني لهاد رجال السلطه، وصراحه طلع يعني دايرين اكثر من الجهد ديالهم صراحه، يعني ما خلاو لينا ما نقولوا. وحتى القرارات ديال المغرب اللي تبارك الله دابا يعني كاع الدول العربيه كلهم كيتكلموا على يعني كيشيدوا بالقرار ديال المغرب انه يعني في المراحل الاولى ديال الوباء انه يعني سد الحدود ودار الاجراءات اللازمه، ويعني ما فكرش يعني في الربح او فكر في الاقتصاد ديالو قد ما يعني فكر في البلد ككل وفي يحمي المواطن. يعني هذه واحد الحاجه اللي يعني كيستحقوا الشكر عليها، واننا يعني نشكرهم من قلبنا الخالص نحن كشعب. وصراحه اللهم كما كيخافوا علينا حتى حنا كنخافوا عليهم. لذلك انا جيت اليوم نهضر على ثلاثه ديال النقاط، وهي رجال الامن. انا كنشوف التصرفات ديالهم يعني اندفاعيه اكثر من اللازم، بغاو يديروا مساكن كثرت وما كيبغيو الوطن وكيبغيو الشعب ديالهم وخايفين على البلاد ديالهم، ما كيفكروش النفس ديالهم. يعني كما كنشوفوا دابا حنايا كيخرج تبارك الله يعني واحد مجموعه ديال الرجال ديال الامن، منهم القائد، منهم الكوميسار، منهم المهم البوليس، منهم الاعوان ديالهم، يعني تقريبا كنلقاو تقريبا اكثر من 10 ديال الاشخاص اللي كيخرجوا باش يدخلوا الناس لديورهم. ولكن كنشوفهم انهم هما ما دايرينش وسائل ديال الوقايه ديالهم، كاين البعض اللي داير ولكن لا بلوبار ما دايرينش تيخرجوا. والمشكل انه واخا ماشي مشكل اللي تكون ما دايرش يعني الماسك اولا اللي قالت انهم بزاف الاطباء كيقولوا انه يعني ماشي ضروره اننا نديروهم، ولكن المشكل انهم ما كياخذوش المسافه ديال الامان ما بينهم وما بين يعني الناس اللي تيقولوا لهم دخلوا في حالاتكم، اولا تيكونوا كيفضوا يعني شي نزاع اولا كيهضروا على شي حاجه. يعني كتشوفهم ان المسافه قريبه بيناتهم بزاف، وبعض المرات كيكونوا معصبين، وعرف كيف حنا كيفاش كنكونوا كنهضروا معصبين، بعض المرات التاش ديال الفم ديالنا تيخرج. وهذا يعني انا كنشوف بان التصرفات ديالهم يعني ما يعني مدافعين بزاف، ما خاصهمش يديروا بحال هكا، خاصهم يعني يخليوا واحد المسافه ديال الامان بينهم وبين الناس اللي تيتكلموا معاهم، وانهم يكون دائما كيعقموا اليدين ديالهم، ويكونوا دائما يعني بعض المرات كنشوفوا ان كاين اعتقالات، وكنشوفوا ان يعني ديك الفرغونيطه كيدخلوا لها مثلا ناس وكيكونوا بزاف ديال الناس لداخل، وبعض المرات حتى الشرطيين تما كيطلعوا معاهم تما لداخل، يعني اكثر من 5 ديال رجال ديال الشرطه اللي كيدخلوا في الفرغونيطه اللور مع الناس اللي كيعتقلوهم. وهذا في حد ذاته راه مشكل، كما كنشوفوا دابا حنايا كنشوفوا ان هنا بزاف ديال رجال ديال الشرطه انهم تصابوا حتى هما بالمرض، والمشكل انهم كيمشوا كيباتوا في ديورهم وهذا. وكاين واحد الشرطي اللي انا يعني سمعت تكلمت عليه بانه كيسكن في شيشاوه وكان عنده شي خدمه في الرباط، وجاب المرض من الرباط داه لشيشاوه وعاد ولده وعاد المراه ديالو. هذا مشكل كبير، وحتى الشعب حتى هما خاصهم يعاونوهم. يعني فكون ما كاينش كل نهار غادي يبقى هذاك الشرطي كيجي عندك اليوم ويعاود يرجع عندك غدا ويجي عندك اليوم. الا جا عندك مره وحده قال لك سيدي انت شوف مع 6 تلقاك ساد، ما نفوش 6 ستة ما نفوتهاش، يعني حنا خصنا نتعاون معاهم. كيما حتى هما كيقول لك دخلوا لديورهم، هما ما كرهوش يدخلوا لديورهم، هما راه تيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه باش هما يحميوكم وانتوما. يعني انا كنظن انا بزاف انا كيخليو البوليسات كيقولوا لهم دخلوا كيمشيو دخلوا كيز البوليس تيعاودوا يولوا خرجوا، يعني ناس ما مسؤولاش. دابا حنا المشكل ديالنا ان يعني الناس ما وعياش، قلت الوعي اللي غادي تخلينا حنا دابا كما كتشوفوا. يعني اليوم 102 ديال الحالات اللي تزادت، 102 ديال الحالات اللي تزادت، ومنهم يعني 12 طبيب عندك في الجهه ديال فاس والرباط والدار البيضاء دابا اللي تصابوا حتى هما تعادوا بالفيروس. وهذا راه مشكل كبير،
مش كي ديجا حنا عندنا نقص في الاطار، يعني ديجا قلت لكم انا بغيت نتكلم لكم على ثلاثة ديال النقاط اللي حنا كما حنا هما كيخافوا علينا حتى حنا خايفين عليهم. عندك كما قلت لكم الرجال ديال الامن، عندكم حتى الصحفيين حنا تنشكرهم عاوتاني من قلبنا الخالص، هما كيوصلوا لنا المعلومه. انا بما انني يعني انا واحد الانسانه مغربيه كنعيش في الديار الاوروبيه، انا يعني كتوصلني المعلومه حتى لعندي دائما مع شوف تيفي اي منابر اعلاميه الكترونيه، حنا كنكونوا يعني كيوصلنا الحدث حتى للدار. انا بعض المرات كنكون اون ديريكت مع قناه ديال شوف تيفي وهي كدور في المدن المغربيه وكتورينا يعني قلب الحدث. هذه حاجه مزيانه، ولكن انا باش نشوف انا ميكرو اللي غادي نمشي نعطيه لهذا ونعطيه لهذا ونعطيه لهذا ونعطيه لهذا، حتى هذا راه كيساعد كتنقل لنا الخبر وكتنقل حتى الفيروس. هذا هو المشكل. الا كنتي مثلا انت كصحفيه ولا انا كصحفي كندير التعقيمات ديالي، كنعقم الميكرو ديالي، كنعقم يديا، وحدة اخرى ما تيعقمش. يعني كما كنشوفوا هنا في اوروبا دابا ولاو كيديروا داك الحامل ديال الميكرو، هذاك السيبور ديال الميكرو، وكيكون فيه ان متر وكيقرب لك الميكرو ولكن ما كيخليكش تشدو، هو ما تيشدوش وانت ما تتشدوش، كتكون مسافه الامان بيني وبين هذاك الانسان اللي كندير معاه استجواب. هذه واحد الحاجه اللي هي مهمه، حيت ادب هو المشكل. عندك انا هادو يعني في الصفوف الاماميه، عندك الصحافه باش كتنقل الخبر وكتتابع يعني رجال ديال السلطه يعني فين ما مشاو، يعني كيورونا اشنو تيديروا والمجهودات اللي كيديروا على قبلنا، وعندك هاد الصحفيين حتى هما. وكنشوف حتى بالنسبه للاطر الطبيه، كنشوف بان الطب دابا شوف شحال دابا 12 طبيب دابا غير في الجهه ديال فاس الرباط وكازا، 12 طبيب دابا اللي تصابوا. حنا ديجا عندنا نقص في الاطر ديال الاطر الطبيه. وكنشوفوا حنا حتى الرجال ديال الاسعاف حتى هما راه هما ما عندهمش حتى هما الوسائل ديالهم ديال الوقايه، وكنشوف الاغلبيه ديالهم يعني ما دايرين الليكات، ما دايرينش الماسكات، وكيطلعوا بعض المرات كيجي الاسعاف. كاينين بعض المرات شي مدن كنلقاو ان الناس يعني اسعاف كيجي يكون يعني الراجل ديال الاسعاف كيجي لابس اللبسه ديالو بالليكات ديالو بالكمامه ديالو بالمسائل ديالو بكلشي اللي يعني مزيان. ولكن كاينين في بعض المناطق حدا اخرى مثلا لي فيلاج ولا كنشوف بعض المدن الصغرى، كنشوفهم ان السيد كيجي لابس اللبسه ديالو عاديه حتى الكمامه ما دايرهاش، وهذا حتى هو راه مشكل. حتى حنا اللي كان عندنا واحد هنا القدام غيولي بحال دابا انا شي واحد السبيطار هنا في فرنسا اللي كانوا فيه 8 ديال الاطباء كلهم تعادوا ولقاو غوج ديال الاطباء. حنا تنقولوا سي نورمال غادي يتعادوا، ما بين ان الانسان اون كونتاكت دائما مع واحد الانسان اللي هو مريض راه يعني ضروري غادي يتعادوا، واخا 50% ديال الاطباء غادي يتعادوا. ولكن حنا هنا في المغرب راه عندنا واحد النقص ديال الاطر الطبيه، يعني على دوك المساعدين حتى هما اللي تعادوا. والمشكله شكون مازال غادي يبغي يخرج باش يمشي يجي ينقل المرضى. المشكل دابا هنايا في فرنسا، انا اليوم قريت الجورنال ديال الخاص بالمدينه ديالي، انا كاين دابا شي يعني في مثلا في سنتر كوميرسيال وحتى في هذوك يعني الاسعافات ما بقاوش بغاو يخرجوا حتى يوفروا لهم الكمامات ويوفروا لهم اللبسه ديالهم الخاصه باش حتى هما يوقعوا النفس ديالهم. كاين الناس هنا المصافي حبسوا الخدمه، قال لهم ما غاديش تخدموا حتى تجيبوا لنا كاع المسائل باش نوقعوا النفس ديالنا، وهذا راه مشكل كبير. يعني خاص الدوله تزيد في المجهودات ديالها. رجال الامن اللي كيطلبوا منا اننا حنا خاصنا ندخلوا لديورنا وخاصنا هذا نديروا الوقايه ديالنا وخاصنا نردوا البال، وهذا راه حتى هما خاصهم يردوا البال. صراحه كنبغي نقدم لهم واحد التحيه ديال الشكر، ولكن يعني خاصهم يزيدوا يردوا البال. انا كنشوف الخدمه ديالهم ماشي بروفيسيونيل، خدمتهم ماشي بروفيسيونيل. يعني هما يعني انا ملي غيجي عندي واحد الانسان غادي يطلب مني انني يعني نتبع ليه غاك، خاصو هو ديجا يكون كيحترمها، خاصو هو ديجا يكون كيحترم هادوك لي غاك. المهم هذا واحد النقطه انا اللي بغيت نتكلم عليها بالنسبه لهذا. يعني هذا واحد كنخاف يعني والله العظيم، ما عرفتي ملي كنجي نشوفهم بحال هكاك مجمعين وداكشي انا تنخاف والله العظيم. ومازال غادي يجوني احصائيات ديال رجال الشرطه شحال من واحد غادي يتصاب، انتم غادي تشوفوا. وحتى في الصحفيين وهذو الناس اللي كيمشيو كيغطيو هاد الاحداث كاع كامله حتى هما غادي يتصابوا، واحد النسبه كبيره منهم غادي تصاب. المهم كنظن انا بزاف ديال الناس اللي عندهم ضمير، واحد الناس اللي كيحسوا واللي مقدرين بالخطوره ديال الوضعيه، باننا يعني في واحد الوضع اللي هو انا حسيت بان الله سبحانه وتعالى غضبان، ربي غضبان علينا والله العظيم، ربي غضبان علينا. وانا حسيت بهذا الشيء، داكشي علاش انا كنحس بتانيب الضمير. انا دابا كنحس بالضمير ديالي كيأنبني اننا حنا صراحه الله وما كنديرش ولو
الربع من داكشي اللي طلب من الله سبحانه وتعالى. ما كنديروش مره. والمهم البنات انا باش نطول لكم في هذا الفيديو، مهم ان شاء الله يقدر ندير لكم فيديو واحد اخر ونهضروا في شي، يعني نهضروا المهم على حسب الاحداث. احنا غادي نشوفوا هنا القدام كيفاش غتكون، يعني هذه السيمانه هذه اللي داخله هي واحد اسبوع حاسم بالنسبه يعني للوباء في البلاد ديالنا المغرب. المهم حنا نشوفوا اخر ديال التطورات، المهم باش ما كانش الله الا كان شي حاجه اللي كتستحق انني يعني نهضروا نتكلموا عليها. هذا ما كرهش، هذا يكون واحد النداء اللي كاع اليوتيوبرز انهم يهضروا حتى هما ويتكلموا كما قالوا كلنا يد واحده باش كاع الناس يدخلوا ديورهم، كلنا يد واحده ونحاول ما امكن ان السلطات حتى هما نبوهم. انا عارفينهم هذا الشيء مادام انهم كيطلبوا الناس يديروا هذا الشيء، انهم حتى ما عارفين غير هما مندافعين. خاصك تكونوا مدافعين. هنا راه كتجي كتلقاي جوج ديال البوليس كيدور في كل حي، جوج بعد مرات كتلقاو ما تهريش مازيش طوموبيل غادي بيكالات صافي كيجيو كتلقاو مع شي حد اعطيني ورقه فين غادي فين جاي صافي فقط. يعني ما كتلقاش انا كاع داك الحشود كاع كامله. انا عارفه ان الوضع هنا ماشي بحال اللي هي، يعني اللي كاين واحد الاحياء اللي هي صعيبه فيها المجرمين وفيها هادي، يعني كيخرجوا واحد الكتله ديال رجال السلطه كحمايه ليهم حتى وقع شي حاجه هكا. المهم الناس خرجوا بالسيوف ولا اي حاجه، يعني كنشوفوا حتى حنا راه دولو كيتعدوا على البوليسيه حنا شي عارفينه، ولكن انسان رد البال على الاقل انهم يعني يديروا مسافه الامان بيناتهم، يكونوا دايرين الوسائل ديال المعقمات انه مره يعقموا يديهم وما يمسوش الناس. اللي كيكون مثلا باغي ندخل واحد يعني يقول يزيد قدامي وراه تبارك الله شحال من بوليسي، يعني ما غاديش يهرب هو كاين شحال من بوليسي. المهم البنات المهم باش نطول عليكم، يعني هذه واحد وجهه النظر ديالي، حس براسي بحال عمر محتاجه انني مع من نتكلم مع من نهضر حتى انا نخوي قلبي عليكم. المهم تهلاو في راسكم حتى تلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.